السلام عليكم. هنعمل النهاردة سيمبل موديلينج لبريدج. خلينا نجهز الأول المثال. مثال هيبقى بسيط جدا، عبارة عن أرض طبيعية هنرسمها مع بعض دلوقتي. هنسمي الديسكريبشن بتاع ان جي ال وزيرو، ألف وزيرو، ان جي ال وزيرو، زيرو وألف، وان جي ال وزيرو وألف وألف، ان جي ال وزيرو. كده عملنا 4 نقط للأرض الطبيعية. الأرض الطبيعية بتاعتي عبارة عن مسطح، أقدر أرسم بيها ان جي ال سيرفس. 4 نقط عاملين لي زي مربع، المربع ده المستوى ثابت. طيب أنا محتاج إن أنا أعمل بريدج في النص، فهقول له بولي لاين. هعمل زي موديلنج كده لزي ترعة ماشية في النص هنا. فهقول له هنا مثلا اوفست 100 متر من هنا ومن هنا، وهشيل ده خلاص، وهقول لي ده اوفست مثلا 20 متر، هاخد ده كده وكده. تمام، هعلم على الخطين دول، اخلي الزد بتاعتهم بسالب 10، والخطين دول خلاص الزد بتاعتهم بزيرو، اللي هي هتبقى في الارض الطبيعية اصلا. طيب هنعلم على السيرفس وهنقول له بريك لاينز، له اوكي. هعلم على ده كله كبريك لاينز، هنلاقي السيرفس بتاعي اترسم كأن في فعلا زي مجرى في النص او ترعة او حاجة زي كده. الطريق بتاعي هيمشي كده، وبعدين هيعدي بكوبري الترعة دي او الـ النهر ده، وبعد كده هيكمل. تمام، ده مثال طبعا عشان بس ايه الناس تبقى فاهمة الموضوع ماشي ازاي. هعمل الاينمنت ماشي افقي كده، هيبقى بادئ من فين؟ هيبقى مثلا طوله 800 متر، فهاخد من هنا 100، بعديها 800، يبقى ادي الالاينمنت بتاعي. هقول له بولي لاين، وهاجي من السنتر من هنا اوصله بالسنتر هنا، وهشيل بقى خلاص ده كله، مش هنشيل النقط، هنشيل دول، وهقول له الاينمنت فروم اوبجكت، وهقول له ايه ارسم لتحت، واسمي الالاينمنت بتاعي اسمه رود، وخليه مينور وميجور، ما تضيفش كيرفات، وإيراس ايه امسح الحاجات اللي هي الخط اللي احنا بنرسم بيه ده. كده الالاينمنت بتاعي. طيب الالاينمنت بتاعي محتاج منه ايه؟ محتاج منه الارض الطبيعية اللي تحته عشان اعمل عليه بروفايل واعمل ديزاين. فاقول له والله اعمل لي خد لي لقطة الارض الطبيعية تحت البروفايل كله. هناخدها مثلا عند السالب 20، سيب مثلا والعشرين عشان يظهر لي الالاينمنت كله. هحط البروفايل هنا او البروفايل فيو هنا، وهقول له اخفي لي الخطوط الزياده اللي هي ملهاش لازمه دي، هشيل المينور ده، وهقول له اوكي. هلاقي عند الارض الطبيعيه ماشيه كلها صفر، وبعدين نازله لحد سالب 10، وبعد كده ماشيه وطالعه مره تانية زي ما احنا عملناها بالظبط. طيب محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل بروفايل للكلام ده. هقول له خليك في الالاينمنت نيم، واعمل لي بكيرفات. طيب هاجي هنا من عند الصفر، هبدأ عند الاتنين لحد الـ200 مثلا، وبرضه هتبقى 2. وهاجي بعد كده عند مثلا السنتر اللي هو 400، هطلع بس ايه 2. وبعد كده هنزل عند 600 مرة تانية لحد 2 تقريبا، هنا 600 لـ580 اهي، واقوم قافل البروفايل بتاعي. هلاقي ان البروفايل بتاعي ماشي عند الصفر، وبعدين طالع طلع تقريبا 4 متر، وبعدين نزل مرة تانية. خلونا نظهر الكلام ده ازاي هيبقى الفيل بتاعه. هنضيف الهاتش كده، هنلاقي ادي الفيل بتاعي هيبقى هنا كده كله فيل، ونبدأ سي مثلا من هنا الكوبري، وبعدين نطلع وننزل الجنب التاني. طيب خلينا نعمل برضو اوفست الاينمنت، سي مثلا الطريق هيبقى عرضه 8 متر يمين وشمال، وهقول له اوكي. كده بقى عندي 2 اوفست الاينمنت. هنعمل اسمبلي، هنسمي الاسمبلي رود، وهيبقى في لينز. هندور على لينز، هيبقى في يمين وشمال لينز. خلينا نغير العرض بتاعهم، زي ما قلنا هيبقى تقريبا 8 متر يمين وشمال، ودس 8 متر. وهيبقى عندي الميل برضو 0%، لانه تقريبا ماشي افقي. هو المفروض يبقى طبعا في نورمال سلوب، بس يعني احنا هنعمله كده مؤقتا. وهنخلي سي عرض الاسفلت او سمك الاسفلت 5 سنتي و7 سنتي، وهننزل كده. هنلاقي مفيش اي داتا تانية محتاجينها. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين الديلايت،
daylight موجود اصلا. هنحط ال daylight with bench، هنحطه هنا وهنا. طيب دلوقتي لو رسمنا الكوريدور هيترسم لنا طبعا على اساس ان هو مفيش طبعا ولا كوبري ولا اي حاجة، بس هنقول دلوقتي هنعمل ازاي الكلام ده. رود مع ال NGL، هقول له مش محتاج عند اي كريتيكال ستيشن ولا الكلام ده، انا عاوز كل 20 متر صريحة. اقول له اوكي وهقول له ريبلد. هنلاقي ان هو رسم فعلا الطريق بتاعي، بس مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو هنا انا محتاج اعمل كوبري، فهعلم كده عليه واقول له split region، وهاجي مثلا سي من عند ال 280 ده بداية المين، 260 خليها مثلا من 240 هنا كده ريجن. برضه هنقول له في ريجن تانية اللي هتبقى مثلا من عند ال 560 مثلا. يبقى احنا كده قسمنا الكوريدور بتاعنا لحد 3 اجزاء. ايه ال 3 اجزاء دول؟ ادي عندنا اول مسافة اللي هتبقى ردم، واخر مسافة ردم، والمسافة اللي في النص دي اللي هي هتبقى كوبري. طيب احنا لسه ما عملناش الاسمبلي بتاع الكوبري، فهنيجي كده هنقول له هنا بريدج، وهندور هنا على بريدج. خلينا في الاول نحط 2 لين زي دول بالظبط، نقول له كوبي. خلينا ناخد كوبي هنا واحدة، وهنقول له ميرور لده او كوبي ان ميرور ميرور هنا. تمام، طول باليت مش عاوزها تبقى تحت. طيب هنا طبعا مش هيبقى فيه اساس اللي هو البيز، خلي ده صفر، هيبقى بس اسفلت. وهاجي على التول باليت واقول له عاوز بريدج، وهجيب البوكس سيكشن واقوم حاطه هنا. طيب هو واخد سلوب طبعا، احنا هنقول له السلوب بصفر عشان يمشي مع العرض ده، وده هيبقى سي 8 متر 40، وده 8 متر 40، هنزوده شوية 9 و9. تمام، ونقلل شوية الكليرانس ده او السقوط بتاع البوكس نفسه بحيث يبقى بالمنظر ده. هنيجي هنا على الكوريدور بتاعي وهقول له ايه، غير لي ده بدل الاسمبل اللي اسمه رود الاسمبل اللي اسمه بريدج، وهيعمل ريبيلد. كده هنلاقي ان في فعلا ايه، بريدج اترسم في المسافة دي. انا محتاج ان انا مش عارف اعلي الالاينمنت او البروفايل شوية، مش محتاجين نعليه شوية، خلينا على الوضع ده دلوقتي. تمام، دلوقتي احنا محتاجين نعمل اللي هو الدوران اللي بيبقى في الابطمنت ده، واللي هو اساسا محور الدرس النهاردة. طيب عشان اعمل الابطمنت ده يبقى لازم اعمل حاجة من الاتنين، يا اما اعمل فيتشر لاين واخلي عن طريق الجريدنج يرسم ميل، يا اما اعمل الاينمنت وعن طريق الاسمبلي ارسم الميل. والله انا معايا الطريقة دي ومعايا الطريقة دي، بس انا يعني بفضل ان هي تبقى عن طريق البتاع ده اللي هو الالاينمنت. طيب ليه عن طريق الالاينمنت؟ قد يكون عندي ارتفاع جامد هنا، فهلاقي فيه بداية مساطيح يمين وشمال. خلينا نصغر الحالات بتاعة المساطيح، يعني مثلا لو المسطح مثلا سي مثلا كل 2 متر، وكل 2 متر يمكن ما يظهرش. طيب نشوف كده، ظهر معايا فعلا مسطح هنا. خلينا برضو نخلي ده كل 2 متر. يبقى ظهر معايا مسطح هنا وهنا. لو بصيت كده هلاقي ان فعلا في مسطح يمين وشمال. طيب ايه مشكلته؟ ان انا لو عملت عن طريق الجريدنج، الجريدنج ما فيهوش مسطح، بينزل ميل صريح. طيب
الاسمبلي، لا الاسمبلي بياخد نفس الكوبي بتاع بتاع الاسمبلي ده، نفس حالة الميل دي تمام، وبيقوم مطبقها لي. فانا بفضل بصراحة ان هي تكون كده يعني. فهوريكم دلوقتي ممكن تبقى ايه ظاهرة المشكلة معانا. تمام، دي كده، وهقول له ده ايه ممكن يبقى ميرور. تمام، يبقى هنا وهنا، وهقول له حول لي ده لالاينمنت. تمام، ده برضو نفس القصة، اقول له حوله لي الالاينمنت. تمام، الكلام ده محتاج له ايه؟ محتاج له بروفايل، لان انا ما اقدرش ارسم كوريدور من غير بروفايل طبعا. فنعمل بروفايل سريعا كده. طيب هاجي ابص هنا هلاقي انا واقف عند ستيشن كام؟ عند ستيشن 240. طيب عند ستيشن 240 لو ضفت ليبل عند 240 للستيشن هنا او الاليفيشن هنا 240، تمام، هلاقي عندي 288. نفس القصة هنا عند، هشوف برضو انا واقف عند ستيشن كام هنا، 560، عند 560 وهات لي لقطة على البروفايل 92. هي المفروض هي هي، بس واضح ان احنا هنا حطيناها مش مظبوطة او حاجة زي كده. نشوف كده 288 هنا اللي مش حطيناها مظبوطة بقى. ماشي، 288. طيب ده معناه ان احنا هنعمل بروفايل. البروفايل ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن 2 متر 88 افقي، لان كله طبعا بيبقى عرض الطريق. احنا ممكن ناخد بس السوبر اليفيشن، بس في الحالة دي احنا مش عاملين سوبر اليفيشن، فهنخليه افقي 2 88 سواء هنا او هنا. طيب كده ظبطنا الاتنين دول. محتاجين نعمل اسمبلي كمان، اسمه ايه؟ اسمه اباتمنت. هنحط هنا وهناخد حالة الميل دي. خلينا نبص الاول، احنا الالاينمنت بتاعنا ماشي من هنا لحد هنا، ده معناه انه هيبقى الردم من بره هنا، يعني ده معناه انه هو ناحية الليفت، يبقى الليفت. يبقى هناخد دي كوبي وهنحطها هنا. لو جينا كده عملنا كوريدور، احنا نقدر نضيف كمان اسمه ده بيز لاين، البيز لاين اباتمنت ان، قول له اوكي. والبروفايل بتاعه او اسمه بنفس اسمه. نفس القصة هنا برضو، هنضيف بيز لاين الاس او الساوز وبرضو باسمه. تمام، لما هاجي كده هقول له علم لي على الاونلاين الكوريدور، وهاجي هقول له اد ريجن طبعا من الاول للاخر، وايه باباتمنت. نفس القصه هنا، اد ريجن اباتمنت، واقول له ايه اوكي وريبيلد. طيب هلاقي ان هو في شويه ايرورز ظهروا،
واضح ان احنا ما حطيناش التارجتس، هنعمل سيت اول تارجت، هنروح على السيرفيس هنقول له ان جي ال بحيث يلتزم بكل الان جي ال، هقول له ريبيلد، هنلاقي عمل شكل كده غريب. طيب عمل ليه الشكل الغريب ده؟ لان احنا مختارين ان احنا نعمله كل 20 متر، فانا هاجي بس في ده وهقول له ست لحد كل متر، مش محتاج برضو نفس القصة، مش محتاج عند كل كريتيكال ستيشن والكلام ده، اعمل ده كله نو نو نو، اقول له اوكي، ارسم هلاقي الاباتمنت فيل بتاعي ظهر بالطريقة دي. نفس القصة برضو بالنسبة للاباتمنت الناحية التانية، اخلي برضو كل متر طبعا لان هو كيرف جامد، فيعني ايه محتاج ان انت تقلل بس المسافات اللي بياخد فيها كوريدور عند كل مكان. اوكي هلاقي كده الاباتمنت بتاعي اترسم. طيب شفنا كده ايه، هتلاقي ايه، هتلاقي ان في عند المكان ده هتلاقي فيه مصطلح زي ما مرسوم ورا، هتلاقيه موجود برضو هنا. خلينا نغير بس دي، نخليها اي حاجة تانية. عايز اغير الالوان دي. هنلاقي بص المصطلح ماشي وماشي معاك كمان جوه الاباطمنت. طيب خلينا نعمل البتاع ده، الطريقه اللي احنا كنا بنقول عليها بتاعه الفيتشر لاين، بتاعه الفيتشر لاين. طب خلينا نشرحها او نعملها. هنقول له والله ايه ده، سي مثلا كوبي، وهناخده مثلا هنا او في مكانه، تمام. ده كده يبقى عندي ايه، اعمل له اكسبلود مثلا، يبقى عندي طلع لي ايه 3 دي بولي لاين او بلوك ريفرنس واكس كمان، يبقى ده ايه هيطلع لي ارك. طيب خلينا نشوف كده الليفل بتاعه ايه. يعني مبدئيا طبعا لازم تظبطه على الليفل، مش هتظبطه على منسوب، فهتضطر ان انت تيجي كده وتقوم ظابطه ايه، ظابطه هنا. طيب نشوف الزد بتاعه فين، الزد بتاعه هنا اهو. يعني برضو حتى كمان مش يعني مش طريقة يعني ايه نقدر نقول عليها دقيقة 100%، يعني هي بتعتمد على انت ازاي ايه، ازاي عملت الموضوع ايه يعني. طيب نرجع تاني للتوب كده، بقى عندي ايه، عندي بولي لاين هحوله لفيتشر لاين، تمام زي ما هو كده. اوكي وهاجي كده على الفيتشر لاين ده، تمام. هبص على الليفل هلاقي ان هو واخد ليفل تقريبا نفس الليفل اللي احنا حطيناه في البروفايل هناك اللي هو 2.88، وهاجي كده هقول له والله جريدنج وايه تو سيرفيس وايه نيو جريدنج، طبعا هيلتزم بالان جي ال وكل حاجة، وهقول له ايه ادي، هيقول لي الجريدنج سايد، ادي الجريدنج سايد، انتاير لينس، انتاير لينس اوكي، وخليه ياخد ايه نفس كل حاجة، تمام كده ايه خلصنا. عايزين نعلم على الجريدنج، الجريدنج بيبقى في السايد بين الجريدنج فيتشر لاين جريدنج اهو سيلكت، لو بصينا كده عليه ادي كده الجريدنج بتاعه، طبعا عمل تقريبا نفس الطريقة، بس المشكلة ايه هنشوف دلوقتي. بصوا كده المشكلة في ايه، مشي فعلا مع نفس الميل، لكن هنا كان في مصطلح، ده طبعا الاخضر اللي هو بتاع الجريدنج، والخارجي طبعا بتاع الكوريدور اللي احنا لسه شايفينه، زي ما احنا شايفين كده نزل فعلا معاه بس ما مشيش بمصطلح، وخده نزل بيه مرة تانية، فبالتالي هو خد الميل مرة واحدة على بعضه، وطبعا الكلام ده مش مظبوط، لان ممكن يبقى عندي في ارتفاعات قبل الكوبري ممكن يبقى عندي 5 6 مساطيح مثلا او 3 مساطيح مصطاحين زي ما يكون، فما ينفعش هناخد الميل من فوق لحد تحت خالص بنفس السيكونس، تمام. لازم ممكن يبقى عندي زي ما بنقول ايه مساطيح، فبالتالي طريقة الفيتشر لاين دي انا بصراحة ما بحبهاش، وبحب يعني ايه ان الحاجة تبقى بالظبط عن طريق الالاينمنت زي ما احنا شايفين كده. طيب معانا ايه النهاردة تاني؟ عاوز بس اعلمكم حاجة يعني تدي منظر كويس، المنظر ده هقول له والله انا عايز اخد من الخط ده لحد الخط ده حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها اللي هي الباترن او السلوب باترن،
السلوب باترن ده بس يعني بيدي منظر كويس، عشان لو هتعرض الكلام ده عايزين نغير بس اللي اسمه ده الباترن ده. فهنيجي هنا هنقول له ايه، هنقول له نون، ونرجع على الكومبوننت التاني برضو نفس القصة، هنقول له نون، هنلاقي اللي هي الخطوط بتاعة الميول دي. تمام، نقربها شوية من بعضيها مثلا. تمام، ونخلي دي مثلا على 75%، ودي مثلا سي على خليها 25%. اوكي تمام، هنلاقي المنظر اللي هو بتاع الميل نازل كده. طيب اضيفها ازاي تاني؟ هعلم على الكوريدور، كوريدور، وبعد كده باجي في الاخر على سلوب باترن، واقوم معلم على اول فيتشر لاين اللي هو بيبقى سي الايتو، بعد كده الديلايت، واقول له اوكي، هنلاقي رسم ايه زي ما احنا محتاجينها كده. نفس القصة هنا، نود ديلايت، ونضيف الأخيرة دي، بس ايه تظبيط للمنظر بس مش اكتر، عشان يبقى المنظر شكله كويس، ويبقى فاهم ان ده اسلوب لو هيبقى فيه عرض للبريدج اللي هنا. انا خلاص ممكن نشيل السايد ده كله اصلا، يا ليت انا مش محتاجه خلاص. وده كده هيبقى الفاينل ريزلت بتاعتنا اللي هنظهرها رياليستيك مثلا. لا مش رياليستيك، كونسبشوال شيدد، ماشي شيدد مش ظاهرة اصلا. يعني على العموم انتوا فهمتوا طبعا الموضوع ماشي ازاي، فارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا. ده كده اللي كان معانا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.